من الفوضى التي خلفها الربيع العربي مع انتقالها الديمقراطي، إلا أنها وحسب آراء العديد بقيت غارقة في الضيق الاقتصادي والاجتماعي. واليوم وبعد انقضاء 8 سنوات تقريبا، نزلنا للشارع التونسي لمعرفة آراء المواطنين وتقييمهم لثورة تونس. فما ديمقراطية وبس، فما جوع، فما سرقة، البركاجات. أنا واحد من الناس خاف نخرج بعد العشاء. لا مش عارف، ما يعجبش ما يعجبش. كنا قبل الخير، صرتوا في حكاية الأمن. النتيجة هيكم تشوفوا فيها الدينار طايح، فساد كثر، البطالة كثرت، الثورة ما خدتش حقها في الحقيقة معناتها، وسبب فيه ما هيش الثورة، سبب فيه الناس اللي لعبوا بها واللي احتكروها واللي خدموا بها. احنا كشعب تظلمنا من طرف السياسيين، معناتها انا نشوف انه السياسيين هم اللي فسدوا الجو العام في البلاد. اما ربي يهدي، ان شاء الله نقولوا ثم امل، ان شاء الله نقولوا الجاي خير. من 2011 الى يومنا هذا ما فما لا ثوره ولا هم يحزنون. كنا في وضع فما دوله راكزه وفما مؤسسات، فهمي تو العادله دوله ولا معاد مؤسسات، تو فما فوضى. مش والله هي اسمها على جسمها، اسمها ثوره. ثوره شو معناتها؟ عبد يثير على الحاجه، معناتها يثور على الوضع بشوي بشوي. راه سافا فينيغ دون اون ديزان داني، مي سافا فينيغ بشوي بشوي. توا حسب ما قرينا في التاريخ وفي الواحد كل شيء، معناتها الشعوب تثور، تصير تبديل، تصير تغيير، تصير نوفاسيون، تصير حاجه. احنا ما صارت حتى شيء، بالعكس معناتها زدنا طحنا في الميديوكريتي وطحنا في معناتها ماش. انا ماهيش معناتها ماهيش ايجابيه بالكل علينا نحن كشعب تونسي، كشعب عربي، كشعب واحد. فهمتني؟ لا عاد انا ثوره، احنا مش عندنا ثوره، احنا عندنا فوضى. عمرها ما كانت ثوره، احنا عندنا فوضى، صارت فوضى. كنا عايشين في وضع لبس توا، لا عندنا لا سميد، لا عندنا حليب، ولا عندنا دواء، ولا عندنا عمله صعبه. فهمني؟ والبلاد كلها انتحارات اللي ما كانتش عندنا. ولينا اول دوله في الانتحارات، ولينا اول دوله في الارهاب، ولينا اول دوله في التهريب. حاجات بسيطه تحقرها انت، حليب ما تاخذيه بالباك وبالسيف، العظام ما ندري شنو. توا الموظف من تتر ملاقي روحه شويه، ما ثم الزوالي باش يموت. يزم عقل هنا، مش يجري على المادة العبد، يزم عقله، يخدم عقله قبل كل شيء، وحط مصلحة بلاده الوطن متاعه.